قلعة الأبواب الرئيسية استغربنا، قلنا احنا في قصف يعني، ما تخيلنا إلا قصف يعني. بلحظات دخلوا الأمريكان إلى البيت، وتقريبا كل غرفة دخل فيها 30 شخص. في ذلك الحين ليس يعني لا يوجد شيء ملموس يتهمون به. تصور تهمتي أنا عندما بعد الاعتقال والتحقيق المبدئي الأول يعني، تهمتي أنا مصنع أسلحة الدمار الشامل. نعم، أنا تهمتي أتوا بالمذكرة الاعتقال ومذكرة التحقيق كذلك مكتوب أنا مصنع، تهمتي مصنع أسلحة الدمار الشامل. أول ما دخلنا السجن احنا 3 أيام لم نتذوق الطعام أبدا، 3 أيام. يعني أسلوبهم يعني اللي يتجهون عليه في التحقيق وهو النفسي. تصور يعني وضعونا في غرف يعني زنزانات متر متر. بالبداية طبعا في خزانات كالتابوت، خزانة دخلنا فيها 3 أيام، هاي ظلينا فيها طبعا، يخرجونا كل يوم تحقيق ويرجعونا في الخزانة. الخزانة واقف، تنام واقف بحيث ما تنثني، لأن خزانة مقفول عليك الباب هكذا. Are you truly incapable of shame? Is there literally nothing that can shame you? Is there no act of barbarism against civilians, no execution of a child that gets under your skin, that just creeps you out a little bit? Is there nothing you will not lie about or justify?